الهدية دي لولاد رفعت بيها. لازم تعرفوا ان ابوكم مش حرامي. انا عيان. لو كل واحد مننا اتصرف كده هيتسلى علينا واحد ورا التاني. لو بعد 100 سنة وانا ظهري محمي وماشي على العكاز برضه هقتله. الملف ده هيتفتح. ما كانش النهارده يبقى بكره. يا دكتور انا بدافع عن مستقبلي ومستقبل ابني. وطالما وصلت لحد البيت يبقى مالكش عندي حاجة. المرة دي لو حاولت تتذاكى انا همسحك من الوجود. زي ما انا خايفة على الناس اللي انت معاك سرهم انا برضو خايفة عليك. انا قررت ان الغرامة دي بقى تبقى 100,000 جنيه. هو بيخافش من لطفي، بيعتبره شخصية مسالمة، لكن بيخاف منك انت. طيب افرض يا حاج ان انا فكرت اتجوز، هتقدر تمنعني؟ انا دلوقتي مريض نفساني، لو قتلت حد ممكن يحاسبني على جريمتي. ها فلوسك مظبوطة؟ ايوه مظبوطة. عديتهم كويس؟ كويس. ايه مال جملك قصيرة كده يا رفعت؟ بتتكلم بالقطارة ليه؟ انت خايف يا رفعت؟ انت مرتبك؟
لا يا حبيبي انا ما بخافش من حد. ده واضح ان انت اللي مرتبك. انا ايه اللي هيخليني ارتبك؟ انا كعبي عالي عليكم كلكم ومصيركم في ايديا. يا سلام، ما دمت كعبك عالي ومصيرنا في ايدك استخبي ليه؟ مش واثق من نفسك ليه؟ ما تيجي تواجهني بدل ما انت مختفي زي اللهو الخافي كده. يا ابني حاسب، مش تاخد بالك يا رفعت؟ مش قلت لك انت مرتبك؟ احمد ربنا انها مش عربيه نقل. على فكره انا مش خايف عليك، انا خايف على فلوسي اللي معاك. ده انت شايفني بقى ومراقبني خطوه بخطوه. امال سعادتك فين؟ انا ضلك لكن انت مش واخد بالك. انا وراك بالظبط يا رفعت. لا الحقيقة لا يا رفعت، أنا كدبت عليك. على فكرة دي مش شطارة منك، دي خيابة وجبن. الله، طب وأنت جاي النهاردة وجايب لي شنطة الفلوس اللي معاك دي ليه؟ جاي لي وأنت خاضع غصب عنك، تفتكر ليه؟ هل دي شجاعة؟ ما هو ده برضه جبن يا رفعت. بقول لك إيه، خلصني من الحكاية الزفت دي. في عربية جنب الرصيف بينك وبينها 10 متر. روح عند العربية هتلاقي المفتاح موجود فوق كاوتش العجلة الشمال الورانية. خد المفتاح من مكانه وافتح الشنطة، حط الفلوس اللي معاك واقفل الشنطة تاني ورجع المفتاح زي ما كان، واتحرك قدامك لا تبص لا جنبك ولا وراك، وتخلي الخط مفتوح على طول يا رفعت. لو عملت أي حاجة غير اللي بقولك عليها دي أنا مش مسؤول عن اللي هيحصل لك. أنا عارف أنت بتدور على إيه يا خبيث، نفسك تلقط رقم العربية مش كده؟ مشكلتك يا رفعت إنك فاكر نفسك ذكي قوي. أنا عايز أقولك على حاجة وما تنساهاش وتأكد إنها صحيحة، أنا أذكى منك بكتير يا رفعت. المهم اللي يضحك في الآخر. هو ده المفتاح بالظبط يا رفعت، نفذ بقى اللي قلت لك عليه. دلوقتي بقى حط المفتاح مكانه وامشي على طول. انا شايفك كويس يا رفعت، عايزك تبعد عن العربية 500 متر على الاقل. ما تحاولش تبص وراك ولا قدامك ولا تعمل اي تصرف لان ده في خطر على مستقبلك. كده انا نفذت كل طلباتك، عاوز حاجه تاني؟ طبعا في يا رفعت، ارفع ايدك اليمين لفوق، افتح كفك. لا فيتك يا. شفت المفتاح لسه معاك. انت ليه بتلعب معاها بالطريقه دي يا رفعت؟ انا معلوماتي عنك انك مش ساذج ومش غبي. كده خلاص مهمتك انتهت، بس اوعى تقفل التليفون، خليك معايا على الخط. انا مش فاهم انت غاوي ليه خليني معاك على الخط؟ انت ظروفك صعبه وعاوز حد يسليك ولا ايه؟ في يا رفعت، انت هتتذاكى عليا ولا ايه؟ دلوقتي الفلوس ومبروك عليك، انا عملت المطلوب مني. انت عايز ايه تاني؟ انت ما تضمنش، يمكن تحاول تعمل نفسك شاطر، تتصل بحد، انت
تحاول تستنجد بحد، لكن طول ما تليفونك مفتوح معايا انا ضامن الامور في ايديا. ايه انت نفسك تشوفني بجد يا رفعت؟ لو عايز تشوفني بجد بص وراك وبجد المره دي. اتصرفتش لوحدك، واجي اخرتها. اخترتش تبقي انانيه وتدفعيله كل اللي يطلبه. اتهيالك ان هو هيسكت ويسيبك في حالك. انا مش جايباكي عشان تحاسبيني، عاوزين نشوف حل المصيبه اللي احنا فيها دي كده، ولا مال قارون هيكفيه. اوعي تكوني معتمده عليا، كل ما يطلب تدفعيله وانا سددلك. انا وعدتك ان انا هدفع المبلغ الاولاني اللي طلبه وانا عند وعدي، لكن بطريقتك دي بتطلبي المستحيل. يعني هتعملوا له ايه؟ ده مصيبه، كارثه، زيبق، يعمل عملته وفص ملح وداب. لما كنا ايد واحده كان خلاص هيقع، لكن لما كل واحد قال يلا نفسي هتبقى قصه ملهاش نهايه. هي فعلا قصه ملهاش نهايه، وانا مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اعمل ايه. ايه رايك نروح عند لطفي؟ الفلوس ناقصة، انت كده بتستفز كل الشر اللي جوايا. اسمع انا هقول لك على الخلاصة. يا اخواني دي ورقة بتتكلم عن انجازاتي للحزب. انا اللي جددت المبنى ده وجهزته من مالي الخاص، عملت رحلات باجور رمزية، عملت مصايف للاعضاء وعائلاتهم بالتقسيط المريح. انا بدفع فواتير تليفونات الحزب ده، عملت مصالح كتير قوي لناس من الاعضاء باتصالات الشخصيه وكلكم عارفين. انا ما بقولش الكلام ده لا سمح الله عشان بمن عليكم ولا حاجه، ده حقكم وحق الحزب عليا. خد اخ شراب وزع دول على الاخوه، وانت يا حلمي قوم يا اخويا قوم وزع دول. انت هتقعد. انا طبعا عملت القعده الوديه دي معاكم علشان احط النقط على الحروف قبل اجتماع جمعيه الحزب اللي هتحدد مين هي الاسماء اللي نازله الانتخابات عن الحزب. طبعا كلكم عارفين ان الاخت دوله فريد شايفه نفسها احق في الانتخابات دي مني انا، وطبعا الأخت دولة فريد أصبح مشكوك في قواها العقلية، وزي ما كلنا عارفين المختل عقليا لا يصلح أن يكون نائب في البرلمان. أيوة يا أستاذ شوقي، بس اللي أنت بتقوله ده عن الأستاذة دولة وبخصوص قواها العقلية ده مجرد شكوك لا ليها أساس ولا سند. أنا مستعد بقى أجيب لكم الدكتورة اللي بتعالجها لحد هنا وهي اللي تقول لكم عن حالتها بنفسها. ثم نفترض ان كلام حضرتك صح، هل يجوز ان الحزب يرشح على قائمته واحده حواليها كلام وهمس واشاعات؟ اعتقد ان ده ممكن جدا يفقد مصداقيتنا عند الناخب، وتبقى الخيبه كبيره والمصيبه اعظم لو ان الموضوع ده وصل للصحافه. الاجتماع اللي انت عامله ولا القعدة الودية اللي انت عاملها دي شكل غير قانوني ومخالف للوائح الحزب، لانك لا اعلنت عنه ولا دعيت كل الاعضاء اللي المفروض يكونوا موجودين. واذا كنت عايز تكسب بنت على حساب دولة فريد وتشكك في قواها العقلية، انا كمان ممكن ادي لنفس الحق ده واشكك في قواك العقلية، ومش كده وبس، وفي ذمتك المالية كمان. يا اساتذة، اللي موافق ان حزبنا يدار بالشكل ده يستنى في القاعة علشان يسمع اكاذيب وافتراءات الاستاذ شوقي، واللي معترض على الكذب والتضليل يتفضل يخرج معايا. انا مش متحيز لحساب حد ضد حد تاني، لا، انا بس بحاول اكون مع الحق، وانا يوم ما اتاكد ان دوله فريد ما تصلحش هكون اول واحد يقف ضدها.
مين اللي هيخرج معايا؟ انت مخدوع، صدقني مخدوع. دولة فريد ما تصلحش يا بوحي، دي واخدك سلمة عشان عارفة شعبيتك هنا في الحزب، عارفة ان كل الناس هنا بتحبك. صدقني دي مأجراك من الباطن يا محي. حتى لو كانت هي ما تصلحش انت كمان ما تنفعش. سمك مقلي كل وزعقلي صنف زي الفل. ما تلاقيش رفعت بيه، السمك خلاص قرب يستوي، تلاقيه جوعت يا حبت عيني. على بالك يا براني، خلي السمك يستوي على مهره. اه طبعا، ما انت خلصت على الطحينه والسلطه هتجوع ليه؟ انما انا قاعد هنا بتقطع. يا زهران انا كنت ديمقراطي معاك زياده عن اللزوم. وعندك احلى سمكه لاجدع رئيس مجلس اداره من احرف وانضف والطف موظف عنده. اتفضل يا باشا. بص بقى يا برام، انت بقيت تستظرف كتير قوي. رئيس قسم الحسابات في الشركه عندنا كان بيخصم لك جزء من المرتب، انا بقى اخصم لك المرتب كله. ما تقدرش يا باشا. ايه ما ايه؟ ايوه، لانك بتحبني، بتحبني والله، وتضايق على كده اهو. اجدع رئيس مجلس اداره قاعد مع احقر موظف عنده. تفتكر حضرتك ايه المميزات في الكائن اللي قدامك ده غير انك بتعزني؟ خد واتضبل البتاعة دي، مش عارف اكلها بالشكل ده. ماشي يا باشا، حضرتك مالكش دعوة بالحاجات دي، تعملهاش بنفسك. حضرتك يا بيه اتولدت بتاكل بمعلقة ذهب، سيب الحاجات دي للي زي. انا يا بيه اتولدت باكل ضرب على قفاي عشان بسرق الاكل من امي. ما اجيب الاكل منين؟ طبعا يا بيه بالنسبة لك ده فيلم رعب. انا عارف عائلة القوم اللي زي حضراتكم بالنسبة لكم كأنها حدودة أمنا الغولة اللي بيخوفوا بيها الأطفال قبل ما يناموا. لا يا برانا، أنت فاهم غلط. أنا أبسط من كده بكتير. الكلام اللي أنت بتقوله ده أنا حاسه كويس قوي. أنا أصلي اتعذبت في طفولتي. إيه ده؟ يعني أنت حضرتك كنت بتسرق الأكل من ورا أمك؟ قصدي الهانم والدة سعادتك يعني؟ خلاص يا براني خلاص، خليك في حالك دلوقتي. حاضر. تعرف رفعت بيه اللي ما يعرفكش جهلك؟ اه والله، الموظفين عندنا في الشركه بيخافوا منك، بيترعبوا لما بيشوفوك كانهم شافوا بالظبط ابو رجل مسلوخه. انا اسف. ما هو بصراحه بقى رفعت بيه هي دي الحقيقه، بس اقسم لك بالله انا متاكد واثق إن حضرتك غير كده خالص. أنا بجد حاسس بيك. حضرتك قلبك طيب وروحك صافية. بس تسمح لي أسأل حياتك سؤال، بس ما تزعلش مني. أقول قول. طيب وليه حضرتك لابس قناع ديب مع إنه جواك عصفور؟ وعصفور رقيق كمان والله. وقفشت العصفور ده ازاي؟ سمعته بيصوصو؟ لا رفعت بيه، انت بتحاول تخنق صوت العصفور ده جواك عشان كده مش بيصوصو. بس انا حسيت بوجوده، يمكن انا الوحيد كمان. عارف ليه؟ عشان معاملة حضرتك لواحد زي مثلا المبلغ الكبير اللي اديتهولي عشان خاطر حتة مشوار رحت لحضرتك. تعرف رفعت بيه؟ المبلغ ده خلاني افكر اخطب بقى. اخطب، اجيب شبكه على حتتين جاتوه على صندوقين ساقع وتمشي الحكايه. امال ايه؟ يعني انت رفعت بيه خليت يبقى عندي امل في الجواز بعد ما كنت خلاص يئست. طيب بلاش ده وده. القعده اللي احنا قاعدينها مع بعض دي حضرتك، بسم الله ما شاء الله، حضرتك رئيس مجلس إدارة قاعد مع حتة موظف زي اللي راح ولا جه، ده حضرتك أحسن دليل على إن حضرتك بجد جواك مشاعر نادرة في الزمن الأسود اللي إحنا فيه ده. طب حكاية العصفور دي وعرفنا أصلها، حكاية الديب بقى أصلها إيه؟ الموظفين شافوني وأنا قاعد فوق قمة تل بالليل تحت نور القمر وهو بدر وبعوي.
لا يا بي، اصل هما صحيوا الصبح لقوا خروفين ناقصين من الشركه. اخليهم تلات خرفان لو فضلت تخانقني باستظرافك، ما تخليش الديب يطلع. لا بلاش بلاش يا رفعت بيه ارجوك، انا بخاف من الوش التاني ده. خليك في الوش الاولاني حضرتك فاكره بتاع سو سو سو. تعرف يا براني، انت اول واحد في كل الناس اللي حواليا اللي يقول في حقي كلام كويس وبصدق. بقى لي فتره طويله قوي ما سمعتش حد بيتكلم عني كلام كويس. انت الوحيد اللي شايف النقطه البيضه في التوب الاسود اللي الكل شايفني فيه. لا والله يا بيه، انا بقول الكلام ده من قلبي، يعني انا لا خايف لا من خصم ولا جزا ولا يوتا حاجه، ولا كمان عشان تدفع لي قسط اوضه النوم اللي هجيبها لعروستي. هتجوز يا رفعت بيه، هتجوز على ايدك. بقول لحضرتك ايه بيه، ها ايه رايك في كوبايتين شاي حبر يظبطوا المزاج؟ بجد انت عامل حسابك كمان نشرب شاي مع بعض؟ امال ايه يا بيه، ادي حضرتك البراد وادي الفنجان وادي الكوبايات وادي المناديل. الله الله، ده غير بقى لسه الفحم بتاع الشوي لسه موجود. طبعا. يعني سيرفيس يليق بمقام سيادتك. عارف يا باشا كله في الشنطه دي، اصحابي مسميينها ايه دي بقى؟ البقجه العجيبه. انا هقول لك على حاجه يا براني، اول مره اعترف بيها. انا اصلي اخدت قرار وكان قرار صعب بس كان ضروري. بعد ما اكتشفت ان انا ماشي في الحياه عكس الاتجاه وعمال ادخل في حروب وهميه احيانا مع نفسي واحيانا مع الغير، بعد ما اكتشفت ان انا عامل زي دون كيشوت عمال احارب طواحين الهوى في حين ان الحياه ابسط من كده بكتير وممكن نلاقيها احلى لو بصينا لها بعين راضيه وقلب بيسامح ونفسي متصالحه مع نفسها. قررت اقتل الديب واطلق العصفور واشوف الدنيا من فوق. اتصل بيا قبل انتوا ما تيجوا وبرضه طالب 200,000 جنيه، والا الشريط هيكون موجود على مكتب النائب العام بكره الصبح. ما تقلقش انا هتصرف. انا قلت لك قبل كده ما تشغليش بالك. انا فعلا كلمت السمسار عشان يبالي حته الارض اللي عندي وعدي عليه اشوفه عمل ايه. وانت معقول ما معكش المبلغ ده يا لطفي؟ يعني مش كله. وتاريخك في الادب والصحافه والكتب اللي اتنشرت ليك، معقولة بعد كل ده ما معكش حتة مبلغ زي ده؟ يظهر الواحد في حياتنا دي يا إما يختار قيم ومبادئ وتاريخ يا إما يختار فلوس. طول عمرك فقر يا لطفي، وانت طول عمرك غاوية القبهة والفلوس. عشان كده ما اتفقناش. انت السبب. الظاهر انها كانت قصة حب مش سهلة. لطفي كان عاوزني على طريقة حصيرة وقلة ولمبة جاز. انا قلتلك من الاول نبدأ حياتنا واحدة واحدة ونعيش. انت اللي عاوزه تفطري على البسين وتتعشي كافيار والصيف في الريفيرا. الله، هو الواحد لما يحب يعيش حياته يبقى مذنب؟ اديك عشتيها بقيت سعيده يا دولت. وانت يعني يا لطفي اللي سعيد باللي انت وصلت له؟ ما معكش 200,000 جنيه حته مبلغ تافه زي ده في الازمه اللي زي دي؟ يا جماعه مش وقت خناق، خلونا في اللي احنا فيه. ما قلتليش انت هتوفر المبلغ المطلوب ده في الوقت ده ازاي؟ ما تقلقيش، تكتين ثلاثة أبقى عندي المبلغ اللي أقدر أفتح بيه بيت أزياء على أعلى مستوى أجدع من بتاع مونيز. أنا طبعاً هبقى المدير. تحتيب الكل في الكل طبعاً. سيدي أخلص شغلنا اللي في
لحد دلوقتي يا خالد انت ما قلتليش ايه هي الشغلانه اللي بتجيب منها الفلوس دي كلها. انت بتشك فيها ولا ايه؟ لا ما اقصدش، بس من حق اعرف. انت قلت ان احنا شركه في كل حاجه، يبقى خلاص مفيش بينا اسرار. ما تخافيش، ما بتجرش في المخدرات يا حبيبي. انا متاكده ولا ممنوعات. على فكره فهمتني غلط، انا وقعت على كنز. ازاي؟ مصنع في اوروبا الشرقيه بينتج معامل تصوير متكامله، بضاعه رخيصه وتكنولوجيا عاليه. انا وصيت بين المصنع والناس اللي محتاجين ده في مصر. هايل يا خالد هايل. استريحت دلوقتي؟ جدا. يعني كنت بتشك فيها في الاول؟ لا يا حبيبي، بس بطم بحسن. بصراحة أنا ما كنتش مصدق إنك هتوافق بالسهولة دي. أيوة كده يا راجل، عيش حياتك بقى، عيشها صح. مقابل اللي هنشرهولك أنا عاوز 200,000. 200,000؟ ده كتير قوي. ليه؟ أنت هتحللي مشكلة الشرق الأوسط؟ ده شوية بضاعة. عموما هود المرة دي وهبقى أعوضها لك بعد كده. ما احنا خلاص بقى بقينا دويتو، هات وخد. لا هات ولا خد، المبلغ اللي طلبته مش هرجع فيه. ده اول ما تشرح تنطح، ده انت صعب قوي يا اخي. اقول لك بلاش خالص. لا 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 لا، بلاش ايه؟ طب على شرط، انا هدفع نص المبلغ قبل النشر ونصه بعد النشر. المبلغ كله على بعضه، والا تنسى عنوان بيتي ورقم تليفوني وتنسى شكلي كمان. ما بلاش كده معايا، انا لازم نتفاهم، لان احنا لو ما اتفقناش اشرب من البحر. ما عنديش حاجه ابكي عليها. طب انا موافق، بس على شرط تاخد الفلوس النهارده، المقالات تنزل بكره. عايز بقى شويه مقالات كده على كيفك تنزل ورا بعضها تروق المجال. ايه 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 مقالات على كيفك؟ هي شروه سمك؟ المبلغ كله النهارده، المقابله انتهت. ايه ده يا ساره؟ مالك شريف حبيبي؟ ما انت قريت، امضي على الورق ارجوك. ما تترددش. ما ترددش ايه؟ تتجننتي؟ عايزاك تبيع نص الشركه بيع وشراء، هي بتاعتي. حبيبي انت خدت حاجات كتير قوي من الست سلمى بتاعتك، بالذوق والحنيه والكلام الحلو. برضو بالكلام الحلو تقدر تاخد توكيل، مش باداره الشركه، لا بالتصرف فيها، وكده تقدر تاخد اللي انت عايزه. اللي انا عاوزه؟ قصدك اللي انت عاوزاه؟ بأمن مستقبلي معاك زي اي زوجة. انت عارفة، انت عارفة انت محسساني بايه؟ زي ما اكون مفتاح خزنة معلقة بسلسلة في رقبتك. انا بقيتش زوج، لا ده انا بقيت ممول. الو، ازيك يا شريف بيه؟ وحشتني، قلت اكلمك. انت تاني؟ تاني وتالت ورابع. اخبار مراتك الامريكانية ايه؟ وحماتك العجوز الشمطاء؟ مين؟ والله يا دكتورة اخر زبون جالي حتة الارض بتاعتك، اداني سعر 400,000 جنيه، انما مع شوية كلام وحديث ممكن يوصلوا 430-450. عموما الزبون جاهز وعايز يشتري، وممكن نخلص معاه بكره الصبح. ده سعر واقع قوي يا معلم بدر. يا دكتور السوق ربنا ياخد بيده، انا لسه مخلص في مزرعه جاهزه متجهزه 9 فدادين، منهم 3 فدادين جنان فواكه، تفتكروا يكونوا بكام؟ طيب طيب، بس تخلصي الموضوع ده بكره، ما تجيش عليا في سعر قوي كده، انا لسه عندي حاجات كتير عايزه ابيعها، ما تخلينيش اروح لحد تاني. ربنا يسهل يا دكتور. كان عامل زي الشبح، واقف جنبي وانا مش شايفه، وبعد كده وراني نفسه. اول مره يظهر قدامي بالشكل المتعمد ده، بيعلن التحدي. فكرت اللحظة ان انا اركب وراه اللي يحصل يحصل، لكن ظهوره بالشكل المفاجئ ده
كان مفاجأة بالنسبة لي. يا ترى اكتشف ان الفلوس اللي سبتها ناقصة؟ كلمني في التليفون بمنتهى السفالة والوقاحة. يظهر الموضوع ده استفزه جدا. وبعدين؟ قال لي على حاجة غريبة أوي. قال لي ان المرة دي مش أنا اللي هسلم الفلوس. أمال مين؟ انتي. أنا؟ نعم. يا أستاذ، أنت مش فاكرني ولا إيه؟ أنا مرزوق. بهجت اللي بعتك؟ آه. عشان المسائل. آه، المسائل؟ طبعًا. تلاقي اللي زيك متدرب على أساليب السرقة والسلب والنهب وتهريب المخدرات. ادخل. ايه يا استاذ؟ ايه جهاز التسجيل اللي معاك؟ تسجيل ايه يا استاذ؟ طلع المسجل. معيش مسجلات. هو رزقك ما يتضمنش. ده انا جايب لك الخير كله. 200,000 جنيه، جنيه ينطح جنيه، بهجت بيه قال لي ما تستناش للصبح، خير البر عاجله. دي رشوه. بتسمي الرشوه خير البر؟ عاجله. هات. خلاص. اتفضل انت بره. ايه يا استاذ بالراحه عليا، ده انا ضيفك، بلاش شاي وقهوه، على الاقل اقعد اخد نفسي من المشوار. انت ضيف عندي؟ انت المفروض تكون ضيف ابو زعبل. بقولك ايه، هما كلمتين بعتهم لك بهجت بيه، بيقولك المقاله تنزل في الجورنان بكره. اه خدت حقك، ادينا حقنا. اه قولي بهجت ما يخافش، انا هديله حقه وزياده. ممدوح. ايه؟ قوم يا حبيبي نام في اوضتك بدل النومه الغريبه دي. انا عاجباني النومه دي، سيبيني في حالي بقى. جالك جواب من البنك من الصبح وانت بره طول النهار، قلت اجيبه لك في المكتب، لقيتك نايم النومه الغريبه دي. طيب حطيه عندك على المكتب وتفضلي انت. افتحه لك يمكن يكون في حاجه مهمه. اوه بقى ارجوكي بقى، لما يبقى في حاجه بعد كده ابعتيها لي مع ام زينب، بلاش تيجي انت. خلاص هحطه لك على المكتب. الله، انت جددت جواز سفرك يا ممدوح؟ سيبيه مكانه وتفضلي روحي نامي. غريبه، ما انت بقالك يجي 4 سنين ما جددتوش، اشمعنى النهارده؟ يا سلام، هو كان حد قال لك ان انا ممنوع من السفر ولا ايه؟ وبعدين انا بقى هانم اجدد باسبوري وقت ما احب. انت ناوي تسافر فعلا؟ ما بلاش تساليني. ليه؟ اسالي نفسك. عن ايه؟ عن حاجات كتير. ليه الراجل ممكن يسيب دنيته ويسافر ويرمي كل حاجه ورا ظهره؟ انت بتتكلم جد بقى؟ وحياتك عندي وان واي تيكت، تذكره ذهاب بلا عوده. وتسيبني عشان تاخدي حريتك وتتمتعي بيها؟ انت لسه شاكك فيا؟ ما بلاش اجاوبك، الجواب هيزعلك. واللي فات انت اللي مسحتيه بايدك. انت اللي مسحته لما مسكت قلم اسود وقعدت تشخبط على صفحه بيضة. الصفحه دي هي حياتنا. السفر والبعد اصبح هو الحل الوحيد. وهان عليك؟ انا اللي هنت عليك. عمرك ما هنت عليا. كل ما بشوفك بشوف في ايدك الخنجر اللي طعنتيني بيه. انت كده اللي بتطعني. وانا بعيد يمكن اسامحك واغفر لك، بس اوعدك اني احاول افتكر بس الايام الحلوه اللي كانت بينا. انتي لك حقوق والتزامات عندي وكبيره قوي، هديها لك كلها على داير مليم. يعني تعملي لك بيها مشروع، تفتحي لك مثلا صاله جيم، وساعتها بقى هتلاقي 1000 واحد يتقدم لك. بس انا متاكد انك مش هتتجوزي الا اللي اختاره قلبك. هيفضل عندي أمل إنك هترجع من على باب الطيارة، لأن عمرك ما هتلاقي قلبي زي قلبي.
زمان كنت حاسس ان انا ممكن اموت وانا بعيد عنك، لكن دلوقتي بقيت حاسس ان انا ممكن اموت طول ما انا جنبك. انا جوايا سكاكين بتذبح وتقطع فيا. لو بتحبيني صحيح زي ما بتقولي شجعيني على الصبر، تعالي ودعيني في المطار وبصي كويس في وشي وركزي في ملامحي كويس قوي، لان دي هتكون اخر مره تشوفيني فيها. واحد عاوز. مين يعني؟ استاذ شريف المصري. خليه يتفضل. دكتوره بس هو. خليه يتفضل. حاضر. استاذ شريف اتفضل. اتفضل، مفيش حد غريب. اتفضل. اتفضل. أستاذ رفعت، الأستاذ شريف عضو المجموعة اللي رفض يحضر في الأول، كان متهيأله إن هو لما يدفع للمجرم اللي طلبه إن الحكاية هتنتهي، لكن رجع يبتزه تاني. طب وأنت عرفت إزاي؟ يعني مش محتاجة ذكاء، كان واضح من آخر مرة قابلتك فيها إنك مش ناوي تعتب المكان ده تاني بعد ما حسيت إنك نفدت بجلدك. لكن بما انك جيت النهارده يبقى. الله، واتصل بيك تاني بعد ما اديته اللي فيه النصيب؟ ايوه. الحكايه زاطت بقى، والواد ده ما بيشبعش. هنعمل ايه دلوقتي؟ انت هتروح تقابله يا لطفي؟ ايوه. بكره بعد الظهر الفلوس هتكون عندك يا استاذ لطفي. انا صرفت خلاص. صرفت ازاي؟ انت ما كانش معاك. مش مهم ازاي، ما تشغليش بالك. وانت كمان ال 200,000 هيكونوا عندك. بالنسبه لي انت عارفه موقفي. شخصيا المبلغ اللي طالبه مني ده هيحطني في مأزق. كده على المره الاولانيه عن نفسي قلت لك يغور في 60 داهيه بالخدم. ما تقلقش محلوله، بس المشكله الحقيقيه ان هو مش هيبطل يطلب، يعني دوامه مش هتنتهي. انا عندي راي. قول. يمكن يعني واحد مننا يحاول يقعد معاه يكلمه ان احنا يعني ندفع له مبلغ على بعض ونلمه من بعض شركه يعني، بس على شرط يدينا الحاجه بتاعتنا وكل واحد فينا ياخد حاجته وتبقى اتحلت سلمي ويا دار ما تغلق شر. اخي اولا هو مش هيوافق انه يقعد مع حد فينا، يخاف نغدر بيه. ثانيا لو استلمنا منه اي شرايط جايز يكون ناسخها ويرجع تاني يلوي دراعنا. والحل يا لطفي انت هتدفع له؟ على العموم ما تقلقش، احنا كلنا هنكون موجودين معاك. تاني يا رفعت، افرض شاف حد مننا. الحل بسيط وعندي كده. احنا نقدر نشوف اللي بره واللي بره ما يشوفناش. ايوه زي ما بيحصل في شيكاغو. هو لطفي المفروض يعمل ايه بالظبط؟ محدش يعرف، هو بياخد تعليماته من صاحبنا اول باول على الموبايل منتهى الحرص عشان محدش يعرف خطوته اللي جايه. كل اللي اعرفه ان هو حاجز اوضه في الفندق ده باسم لطفي. معنى كده ان هو كمان جوه الفندق دلوقتي.
هو الفندق ده له مدخل تاني؟ هنلف حوالين المكان ونشوف. اسال في الريسبشن على اوضه محجوزه باسمك، انا حاجزها لمده ليله واحده. معلش يا لطفي، هتدفع ثمن الليله دي وهبقى حاسبك بعدين. وخليك فاتح الموبايل على طول. مساء الخير. مساء. في غرفه محجوزه باسم لطفي هاشم؟ ايوه فندم. يعني ممكن البطاقه بعد اذنك؟ حاضر. اتفضل. ليله واحده سعادتك مش كده؟ نعم. ليله واحده؟ ليله واحده. 180 جنيه. غرفة 1003. شكرا. 1003. اوكي. مساء الخير يا فندم. حسنا، عايز الشنطة. الشنطة اللي بعدها. اتفضل. شرفتنا يا فندم. شكرا. متقفلش الموبايل، مش هديلك فرصة تحاول تتصل بأي حد، خليك معايا على الخط. من فضلك مفتاح 1007. اتفضل. شكرا. تدخل اوضتك تقعد فيها 5 دقايق، 5 دقايق بالثانية. بعد كده تخرج وتسيب شنطة الفلوس على السرير، تقفل باب الأوضة وتنسى المفتاح في الباب. خلي بالك يا لطفي، أنا مش هطلع على اوضتك إلا إذا شفتك في المطعم الأول، وخليك فاتح الخط. يبقى الفندق له مدخل رئيسي ومدخل للعاملين. بص، انت تنزل تستنى قدام المدخل ده، تدور ورا اي عربيه عشان ما حدش يشوفك. لو شفته تتصل بينا فورا، انا والجماعه نكون مستنيينك عند المدخل الرئيسي. يا استاذ رفعت، بس انا ما شفتوش، ما اعرفوش. انت شفتوه؟ انا لا. لو سفه لك ايه المشكله؟ مش معقول هنزل واحده ست هي اللي تستناه. بص، بص على ايه؟ العربية اللي هناك دي مالها؟ مش عارف، بس فجأة كده خطفت عيني زي ما يكون شفتها قبل كده. بقولك ايه، بلا خطفت عينك بلا خطفت قلبك. الراجل اللي احنا جايين ندور عليه زمان وروح بيتهم ونايم في 7 نومة دلوقتي.